السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المنتخب الوطني الجزائري، وين الخضر على بعد 7 مباريات من الرقم الإيطالي التاريخي بدون خسارة. يعني طليا صحيح حمست، حنا رانا جايين موراه، رانا الفريق المنتخب الوحيد في العالم اللي مازلنا ما نهزمناش. انا المنتخب الوحيد في العالم اللي مازلنا ما نهزمناش، كاع الناس نهزمت. حنا رانا جايين في الطريق الصحيح، وين باقي لنا 7 مباريات يعني من الرقم الايطالي التاريخي بدون انهزامات. داش عندنا بقينا 3 بارتي 33 تاع كاس العرب، مانيش عارف لا يحسبوها في يحسبوها ما يحسبوهاش. الفيفا الاخرى عندنا 7 مباريات، كاين مباريات دوليه يعني دات فيفا وين غادي نلعبوا دي ماتش، دو ماتش على الاقل ولا دو ماتش على الاقل ولا 3 ماتش مع لي ماتش تاع تحضير لكاس افريقيا. سوف تكون يعني التحطيم، سوف نحطم رقم القياسي تاع كسموها تاع الطليان. نحن في الطريق الصحيح، هذه اللي نقولها. وين بلغ المنتخب الجزائري مباراته كما هو معلوم رقم 70 بدون خسارة، ليصبح على بعد 7 مباريات فقط من الرقم القياسي العالمي المسجل باسم المنتخب الإيطالي، الذي كسر رقمه القياسي المنتخب الإسباني السادس الثلاثاء الماضي بخسارته بملعبه بهدفين لهدف، وتعود آخر خسارة لمحاربي الصحراء يوم 16 أكتوبر 2018 حين سقط بهدف دون رد أمام البنين في الجولة 4 من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019. وبعد هذه الهزيمة خاض المنتخب الجزائري 30 مباراة متتالية في مختلف المسابقات، وين حقق خلالها 22 فوز و8 تعادلات. وإذ أراد أشباب الماضي معادلة الرقم الإيطالي القياسي 37 مباراة دون خسارة، يستوجب عليهم عدم السقوط في المباريات 8 المتبقية، وين 4 في تصفيات المؤهلة إلى مونديال زائد 2 مباراة ودية قبل كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، زائد 2 مباراة في الدور 3 مباريات في الدور الأول من نهائيات العرس القاري. وإذ أراد بالماضي تحطيم رقم الإيطالي القياسي والدخول العالمية، يستوجب عليهم إضافة اللقب الثالث من دور المجموعات من كأس إفريقيا. على الورق يبدو الطريق مفتوح في وجه بالماضي لتحطيم الرقم الإيطالي التاريخي كأحسن منتخب في تاريخ، الذي بلغ 38 مباراة دون خسارة. والتكلم هي يعني هي جبهة الجديدة أكيد سيفتحها المدرب جمال بالماضي في طريق تحطيم أرقام قياسية، وهذه المرة من بوابة رقم إيطاليا. حنا إن شاء الله بربي كما يقول لك المنتخب الوطني الجزائري اللي راهي نقولوا بلي راه في الطريق الصحيح. أنا في الطريق الصحيح بدون انهزامات، 30 مباراة بدون انهزام. رانا كيما يقول لك وين راهي تم كيما يقول لك هي تمشي في الطريق الصحيح. هذه الانتصارات وين تفرح وتعطي آمال كبيرة، تعطي كونفيونس كبيرة للاعبين باش توصل انت 30 مباراة. يعني رانا الوالة في لافريك، لافريك وصلت 26 مباراة، لافريك وصلت 26 مباراة، كوت ديفوار وصلت 26 مباراة دون انهزام، حطمنا الرقم تاعها. رانا حنا الوالة، وانا تبالي بلي غادي يقعدوا سنين وسنين في افريقيا باش يوصلوا 30 مباراة. غادي يقعد ماشي 30 مباراة، حنا غادي نزيدوا 31، نزيدو جيبوتي 32، نزيدو بوركينا فاسو 33. انا تبان لي بلي سوف كيسموهم هادو الافارقه سوف
يبقون سنين وسنين. يعني نقول فيها يعني بالك 40 عام وحده اخرى، بالك حنا ما نكونوش والناس غادي تكون ما لحقتش الرقم القياسي تاع الجزائر. حتى منتخبات عريقه اوروبيه ما توصلش لهذا المستوى، ما توصلش لهذا الرقم اللي حنا رانا فيه. شكون حنا رانا مع فرنسا نهار ثلاثة، فرنسا ردوها الرول، نولوا مع الارجنتين. الارجنتين في نوفمبر كي نربحوا جيبوتي نقيسوها الرول، تبقى لك البرازيل اسبانيا طليان، وهذو راهم خاسرين. حنا مازلنا ما خسرناش، حنا كون عاودوا نولوا للخساره مازلنا ما خسرناش، ما خسرناش. رانا في الطريق تاع لا للانهزام. هذه ما تهمناش انا، شو انا واحد من الناس أنا صح تهمنا صح كي نوصلوها نفتخروا بها، بصح دروك انا واحد من الناس راني نحوس الفوز والذهاب لقطر، هذا ما كان. حتى وقت اخرى ما تهمنيش انايا تحطيم ارقام قياسيه نديروا لها البيلون تاعها كي نوصلوا للمبتغى اللي رانا باغيينه، كي نوصلوا الحاجه اللي راني باغيها فماك نروح ندير البيلون تاعي. كي نوصل صحيح نكمل مارس نكمل طاب طاب نكتب البيلون تاك 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 فماك تولي عندي افتخار كبير. يعني الا كاين ارقام قياسيه ومكاش الحاجه اللي انا مانيش الحاجه اللي راني باغيها انايا ما كان والو، يبقى رقم يبقى رقم. بصح الا وصلنا واش رانا باغيين، كوب دا نوصلوا فينا الكوب دافريك، نروحوا للماتش دو باراج نربحوه ونكاليفو الكوب ديمون، يعني ما يبقاش رقم، يبقى يعني حاجه ما تصورش العقل. هي اللي ما تصورش العقل، هذه هي. الناس غادي تعاوز تخدم. نقولوا حنايا النيجر الحمد لله يا ربي راهو رئيس وزير الشباب والرياضه، راه غادي يهود، هو رئيس الوفد غادي يهود مع المنتخب الوطني للنيجر، غادي تكون كلش مرتب، كلش مرتب، والناس فرحانه، الناس عارفه، يعني عارفه اش كاين، ما عارفين اش كاين، عارفوا اش كاين. عاد تشوف بريمير ميتو كيفاش، وقلت لكم الحمد لله بريمير ميتو غادي فانيك النيجر، يعني غادي النيجر غادي تزيرنا، ماشي غادي ما غاديش ادخل بحمارك يا كاش، يعني غادي تزيرك. كاين شويه خطوره، شويه تشد روحك، شويه تخاف شويه منا، بصح غادي تفوز بربعه كيما صرالنا نهار الجمعه. بريمير ميتو اش كاين من معلومه هذو من دوزيام ميتو تربح تباركي. عين نقولكم اش كاين، انا نعطيكم اش كاين، نعطي للشعب الجزائري، الناس اللي راهم يتبعوا فينا ويامنوا فينا، انا نقول لكم انا راني من نهار راني في 20 يوم راني نقول لكم بلي المباراه صاي. تحديت ناس قلت لكم طائره تاع الجزائر تروح تجيبهم وتجي، الحمد لله راحت جابتهم على راويرا. هدرها فريد معطاوي قال لك طائره جزائريه راحت جلبت خاوتنا النيجر، من النيجر جبناهم لعبوا عاودنا رديناهم، الحمد لله راه اكد لي الكلام تاعي ما كذبتش عليكم. زيد راني نقولكم غادي تكون مباراه، غادي يزيروا هما، غادي يدخلوا يلعبوا، النيجر تدخل تلعب، غادي يلعبوا لك كيما لعبوا بريمير ميترو، بصح غادي نفوزوا. النيجر غادي تزير روحها، بصح حنا غادي نفوزوا. غادي ما ينجمش يقول لك بلي يتعاقبوا صوالح، كيما تنجمش انت ما تنجمش انت تقول بلي يا ودي غادي ما تنجمش. هي الشيء لان الحاجه اللي يعني تبان لي بلي مركولي بنت هي البطاقه الصفراء. انا كي ذاك زروقي دا بطاقه صفراء كلي شغل مركولي بنت، والله العظيم كلي شغل مركولي بنت. على هذيك انا ان شاء الله بربي نتفاداو هاد الصوالح، ما يولوش عندنا هاد الصوالح، ان شاء الله ما يولوش عندنا هاد الصوالح. على ذلك نقولوا بلي ودي المنتخب الوطني الجزائري راه في الطريق الصحيح، يعني باقي له 7 ماتش كيما نقولوا حنايا، باقي له 7 ماتش ما هيش بعيده علينا،
شويه زياره شويه ماهيش بعيد عليه. غادي نكملوا مع بوركينا فاسو بسبعه ب 33، زيد نلعبوا زوج مباريات 33 34 35، بقاو لك دو ماتش، عندك دو ماتش عندك 3 ماتش في الدور المجموعات، عندك 3 ماتش. لا بغات نفوزوا بزوج ونروحوا مع الكوتيفوار، يعني غادي تكون مباراه في ماك تاع الكلاسمون. ماتش نيل رانا محط، رانا في 38 ماتش، ماتش نيل مع الكوتيفوار رانا في 38 ماتش ونروحوا. هذه هي اللي نتمناها ان شاء الله. صحيح.